بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الجهة الأولى كان المشرق عند الرازي، الجهة الثانية الشرق الشمال نجد العراق عند الوهابية، الجهة الثالثة لم يكن عراق كانت تبوك ولم يكن شام، والجهة الرابعة نجد في الأدب والتاريخ والأثر. وفي هذه الجهة الرابعة كان عندنا شاهد روائي من البخاري فضائل الصحابة، كان الشاهد يتضمن ويذكر ويشير إلى ما هو شاهد على ما ذكرناه من كلام وفي هذه الجهة، وأيضا كانت الرواية تتضمن الإشارة إلى اغتيال الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه. وقلنا نسجل أو أسجل أمرين، فقلنا الأمر الأول سجلناه وبينا بأن الرواية تدل على أن الكلام عن العراق وأهل العراق في وقت الخلافة الإسلامية في صدر الإسلام في زمن الخليفة الثاني عمر، وهذا غير عنوان نجد وبلد نجد وأهل نجد. وقلنا في الأمر الثاني قلنا لا نريد أن ندخل بتفصيل، لكن لابد من الإشارة إلى أمر خطير، حادثة خطيرة، حادثة عظيمة، وهي اغتيال الخليفة الثاني. في هذا الأمر الثاني قلنا عندنا أليف وباء وجيم وإشارات لها مدخلية في تحديد، في تشخيص، في احتمال، في ترجيح، في تفسير ما حصل من أحداث بصورة معقولة مقبولة عقلا ولا تخالف الشرع. ووصلنا إلى ياء، قلنا كان واليا على ولاية من ولايات الشام، وكان مطيعا للخليفة عمر أطوع من خادمه يرفأ، وبعد اغتيال الخليفة توسعت سلطته فشملت كل الشام، وكدس الكنوز والأموال وبنيت القصور وزينت بالذهب والفضة والديباج وصودرت الأراضي الشاسعات وصار ملكا مالكا للبلاد والعباد. كل ذلك كان محظورا زمن الخليفة عمر بن الخطاب في موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية المجلد الثالث شخصيات إسلامية تمهيدات الحوادث من صفحة 549 إلى 552. قال العقاد: وكان الفاروق قد ولى معاوية ولاية من الشام، إذن كان عمر قد ولى معاوية ولاية من الشام، فضم إليه عثمان. لاحظ أيضا هذا المورد لضعاف النفوس، للجهال، للطائفيين، للمتعصبين، للمتمذهبين، للمنافقين، للكاذبين، للمجرمين، للتكفيرين. هنا سنعرف الجواب عن شبهة تحكى تقال تسجل على الخليفة الثاني بخصوص تولية معاوية أو غير معاوية من الولاة، وسنعرف الجواب من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: قال العقاد: وكان الفاروق قد ولى معاوية ولاية من الشام، فضم إليه، لاحظ عنده ولاية من الشام، لكن في زمن عثمان ماذا حصل؟ يقول: فضم إليه عثمان سائر الشام وألحق به، أكثر من هذا يقول، وألحق به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم. كان عثمان، يقول العقاد، كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات ممن يطلبون منه عزل ولاته، وأولهم معاوية. من هذا الذي يتلقى، الذي يسمع الأقاويل ويتلقى الشكايات؟ هو الخليفة الثالث عثمان. يقول: كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات. لاحظ نحن هذا مورد الشاهد هنا حصل عندنا لحد هذا المقدار من الكلام. لاحظ كان في ولاية عمر رضي الله عنه لا يملك ولا يتسلط إلا على ولاية من الشام. في زمن عثمان توسعت السلطة، توسع الحكم بكل الاتجاهات وبكل التوجهات وبكل الأنواع وبكل المكاسب. يقول العقاد: كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقى الشكايات ممن يطلبون منه عزل ولاته وأولهم معاوية، فيعتذر لهؤلاء الشاكين
بعذره المحمود. ما هو عذره المحمود؟ التفت جيدا، كان يعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المحمود ويقول لهم إنه إنما ولى على الشام من ارتضاه قبله، ارتضاه قبله عمر بن الخطاب. يقول يعني بمعنى يقول أنه عمر هو الذي عين معاوية، عمر ارتضى ولاية معاوية وانتهى الأمر. يحتج على الناس بهذا القول، تفت جيدا، لكن هل هذا الاحتجاج تام؟ لا، ليس بتام، لأن في هذه القضية يوجد على أقل تقدير يوجد حيثيتان، حيثية أنه ولاه على ولاية من الشام وليس كل الشام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه هل تصرف هذا الوالي، هل تصرف معاوية، هل ما حصل من معاوية في زمن عثمان كان يحصل في زمن عمر؟ هل سلطة معاوية وحكم معاوية وتسلط معاوية وتصرف معاوية وأوامر معاوية ونواهي معاوية وإدارة معاوية كانت في زمن عمر نفس الإدارة والتصرفات في زمن عثمان؟ هل الناس ممن أتى بالشكوى وسجل الشكوى أصحاب الشكاوى والشكاوي، هل هؤلاء اعترضوا على أصل الولاية أو على التصرف الوالي؟ هل هؤلاء سكتوا على ولاية معاوية وإمارة معاوية على ولاية من الشام في زمن عمر ولم يشكوا لعمر منه؟ هل كان بسبب الخوف من عمر أو بسبب أن معاوية كان ملتزما ظاهرا بالإدارة الصحيحة التي كان يرضي فيها عمر، التي كان يخاف أن يخالفها خوفا من العقوبة من الخليفة عمر؟ إذن علينا أن نعرف أصل القضية حتى نعرف هذا يشبه هذا حتى يجري فيه نفس الحكم. إذن يقول هذا من ارتضاه عمر، نعم ارتضاه عمر، لكن على أي شيء ارتضاه؟ اشترط عليه بالتزم بالشرط، بشرطها، بشروطها، بشرائطها، بالتزامه بالشرط، لا يوجد مشكلة في هذا. اشترط عليه وليلتزم كما التزم في زمن عمر، لا يوجد مشكلة هنا. يقول فيعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المعهول ويقول لهم إنه إنما ولى على الشام من ارتضاه قبله عمر بن الخطاب، وقال ذلك مرة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له علي عليه السلام، لاحظ لم يعترض، واقع حال، قضية خارجية، قضية حقيقية، تعامل معها علي عليه السلام بما هي، فسرها بما هي، صنفها بما هي، حكم عليها بما هي. التفت، قال ذلك، وقال ذلك مرة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له علي عليه السلام نعم، ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يرفأ، ولكن معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يرفأ. التفت جيدا، إذن بكلام الإمام سلام الله عليه هنا لا يأتي بعد هذا النقد على الخليفة الثاني بلحاظ تولية معاوية من قبل الخليفة الثاني عمر. لاحظ لماذا؟ لأنه كان مطيعا، كان يظهر العدالة، يظهر الإدارة الصحيحة، يظهر الزهد، يظهر التقشف، يظهر عدم الأخذ من بيت المال. إذن كان واليا مطيعا، كان إداريا ناجحا، ماذا يفعل؟ وهذا هو ظاهر الحال، ويتعامل الخليفة الثاني مع الأشخاص على ظاهر الحال كما تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع كثير من الولاة في زمنه على ظاهر الحال. قال العقاد: وصدق الإمام فيما قال، فقد كان معاوية يصطنع الأبهة في إمارته ويقتصد فيها جهده أو جهده بعيدا عن عين الفاروق، فإذا لامه الفاروق على شيء منها، إذا كشفه في أمر معين، فإذا لامه الفاروق على شيء منها رآه بعينه اعتذر له بمقامه بين أعداء ألف الأبهة واتخذوها آية من آيات القوة والمنعة، وكان يؤدي حساب ولايته لعمر كلما سأله الحساب ويقنع منها برزقه من بيت المال، ألف دينار في العام فقط، فقط يأخذ هذا. ماذا يفعل له عمر إذن؟ يقول ويقنع منها برزقه من بيت المال ألف دينار في العام،
وأنفال مما كان يجمعه من تجارة أهله أو مما وراء الحساب ويضع نقاط. هو العقاد وضع نقاط مما وراء الحساب. لاحظ، إذن العقاد يقول كان يظهر لعمر هذا الشيء. أنا أيضا أقول كان يظهر للخليفة عمر هذا الشيء. ماذا يفعل الخليفة عمر؟ يتعامل مع الظاهر كما كان أهل البيت يتعاملون مع الظاهر. يقول العقاد: فلما بويع عثمان بالخلافة تركه في مكانه وضم إليه سائر الشام وطلب منه معاوية أن يرخص له في زرع الأرض التي تركها أصحابها وهاجروا إلى بلاد الروم، فأجابه إلى طلبه ووضع معاوية يديه على موارد من المال تقوم بأعباء دولة، ولم يكن يخشى عليها من الحساب ما كان يخشاه على عهد عمر بن الخطاب. وأوشكت الشام أن تقوم وحدها مملكة مستقلة يتولاها ملك مستقل فيما عدا الأوامر التي كانت تأتيه من المدينة بتحصين الثغور وإمداد الغزاة وتسيير الجيوش إلى الأطراف بقيادة الأعلام من الصحابة.